مساء الخير، ازيكم يا بنات؟ النهارده من بيوتي سنتر اورا فرع زهراء المعادي هنعمل مع بعض جلسه تنظيف بشره الموديل الجميله بسنت. هننضف لها البشره وهنشيل الكسور، وتعالوا نشوف مع بعض هنعمل ايه. اول خطوه هنعملها ان احنا هنبتدي ننضف الميك اب وننضف لها وشها كويس قوي عشان نبتدي نفتح المسام. دلوقتي هنبدا ننضف الميك اب بزيت الورد من اورا. دايما يكون واحنا بنشيل الميك اب تكون في اتجاه فوق، يعني ما نشدش البشره لتحت. وبعد كده هنبتدي نفتح لها البخار علشان نفتح مسام البشره. بعد ما المسام اتفتحت هنبدا بقى ننضف بالابره كل الاماكن اللي فيها بثور. بعد ما فتحنا المسام هنبتدي ثالث خطوه، وهي ان احنا نستخدم سكراب اورا الكافي بيلت شوكليت علشان نطلع كل الدهون اللي موجوده تحت المسام. نبتدي بعد كده ننظف بحركات دائريه. رابع خطوة هنحط الطمي المغربي علشان نفتح بيه الأماكن الغامقة. بعد كده هنحط ماسك بخلاصة لبن الجمل للتفتيح والنضارة، وده مش موجود عند حد غير في أورا بس. بعد كده هنوزع على بشرتها خلطة التفتيح من اورا، ودي بتعالج الخطوط التعبيرية وبتشد البشرة جدا وبتعوض نقص الكولاجين اللي موجود في البشرة. اخر خطوة معانا النهاردة في الماسكات اللي حطيناها هو ماسك تفتيح البشرة وعلاج البقع الموجودة في البشرة. احنا خلصنا النهاردة جلسة التنظيف بتاعتنا، هنقفل المسام بمية الورد من اورا. طبعا الفرق واضح جدا قبل جلسة التنظيف وبعد الجلسة، الوش قد ايه هو نضر وفيه حيوية جدا. مهم جدا ان كل بنت تعمل الجلسة دي مرة في الاسبوع.